سجلت بورصة هونغ كونغ ظهر الأربعاء ارتفاعاً كبيراً بعدما ذكرت وسائل إعلام أن رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام تفكر في سحب النص المتعلق بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية. وارتفع المؤشر هانغ سينغ أكثر من 3% بعدما نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست و HK01 مقالات تشير إلى أن كاري لام تنوي سحب مشروع القانون هذا. وتمر المستعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران يونيو بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997 في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.